ما يخطر ببالك وأنت ترى عامل نظافة؟ الإنسانية، وسيلة يتم بها نقل المريض. السدية. ما هو جمع كلمة عامل؟ عمال. من أنواع الأبراج؟ أبراج النت. من أدوات الحداد؟ المطرقة. برافو، أقل من 20 ثانية جاوبت عليها، وخلي نشوف الإجابات الجد جابت لك من درجات. السؤال الأول كان من الأسئلة الخمسة اللي سألتك إياها، هو ما يخطر ببالك وأنت ترى عامل نظافة؟ الإنسانية. الإنسانية. إنسانية جابت لك 5 نقاط. أشياء أخرى. اثنين، وسيلة يتم بها نقل المريض. قلت السدية. السدية احنا العراقيين نعرفها، هي بمعنى النقالة. صح، النقالة التي تنقل المريض من مكان إلى آخر. السؤال الثالث كان ما هو جمع كلمة عامل؟ عمال. قلت عمال. والعمال خلينا نشوف ايش قد. برافو، 32 نقطة، رائع. السؤال الرابع، من أنواع الأبراج؟ أبراج الإنترنت. برج النت. أبراج النت، خلينا نشوف. برافو، برافو، 25 نقطة. إذن السؤال الخامس كان من أدوات الحداد. قلت المطرقة. والمطرقة صح. لو 30 نقطة، 112 نقطة أمام حوراء 88 نقطة. إذن نتمنى لكم موفقية إذا جابتها حوراء. إذن